تابعينا عبر قناة سما الفضائية، وانتقلنا إلى مركز انتخابي آخر، ونحن الآن في رحاب جامعة حلب وتحديدا في كلية الطب البشري. هذا المركز الانتخابي الذي أيضا بدأ يتوافد إليه طلاب جامعة حلب وأيضا من الأهالي المدينة في المحيط القريب من الجامعة، ليدلوا بأصواتهم إلى الأشخاص الذين يأملون أن يوصلوا أصواتهم إلى قبة المجلس. معنا بداية الدكتور أمير صقر، مشرف على المركز الانتخابي في كلية الطب البشري. دكتور أمير، أهلا وسهلا فيك. أهلا رفيقي، يعطيك العافية. خبرنا دكتور عن اليوم، سير العمليات الانتخابية في جامعة حلب. افتتحنا المركز الانتخابي، طبعا دورنا كأساتذة جامعيين إشراف على هذا المركز. قدوم الجماهير كان الساعة 7 صباحا. افتتاح تم استلام اللجان للصناديق، طبعا مش ما لاحظين في إقبال شديد، طلاب ومواطنين. تنظيم عملية الانتخابية، عندنا مركز للمدينة، مركز لمناطق حلب، ومركز للرقة. في طبعا لاحظين التنظيم بشكل دور للشباب، ايضا في الغرف السريه للانتخاب اقبال شديد، طبعا واجب وطني وقومي للجميع. حثينا طلابنا احنا كاساتذه جامعيين انه يشاركوا بالتظاهر اللي هي للوطن كله. نعم، شكرا لك دكتور أمير. إذا كما قلنا، الانتخابات اليوم هي حق دستوري وواجب وطني يجب أن يقوم به كل مواطن ليدلي بصوته إلى الشخص الذي يمكن أن يراه مناسبا. ماذا يريد طلاب جامعة حلب وأيضا أهالي حلب من هذه الانتخابات؟ يعطيك العافية. أكيد الشخص اللي بدك تنتخبه لازم يكون له مواصفات، أنت في عندك أمل أنه هو يوصل صوتك. الشخص اللي أنت بدك تنتخبه شو في رأيك لازم تكون امتيازاته؟ إنه لازم يكون حقاني، أول شغلة يوصل صوتنا، يحسن ظروف المعيشية بالبلد، يحاول يعني يطور، بدنا إياه يحاول يطور يعني هون بالبلد. نحن جايين هون طلاب جامعة لننتخب، يحاول يطور مثلا بالدراسة، بالظروف المعيشية، بالظروف الاقتصادية، ونحن صوت يعني صوتنا نحن حق لهم، بس هن لازم يكونوا حقانيين. شكرا لك، وايضا يعطيك العافيه. انت طالب جامعه صح؟ صح. خبرنا اليوم جاي تنتخب، شو هي الصفات ممكن تتوفر بشخص اللي بدك تنتخبه؟ نحن اليوم اجينا نشارك بالعمليه الانتخابيه، وهو اكيد هذا حق وواجب علينا يعني، بس نحن بنتمنى انه الشخص اللي بدنا ننتخبه يكون يعني داعم لنا كشباب، ويساعدنا وخصوصي بوضع البلد، انه يكون نصير. انتم كشباب اكيد في عندكم امال، في عندكم طموحات، عندكم مطالب في الجامعه كمان. هلا كجامعة، كدكاترة، كطلاب، نحن بالنسبة لنا كتير مريحين وما في منه. يعني ممكن أنتوا تبحثوا عن شخص ممكن يدعم الشباب، مشاريع الشباب ما بعد التخرج. تماماً، نحن هذا مطالبنا، ونحن بنتمنى من الكل إنه هيك، ونحن عنا ثقة إنه الإنسان اللي راح يوصل راح يكون هيك. إن شاء الله. شكرا لك. أيضاً عن سير العملية الانتخابية معنا أمين صندوق، يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف الأوضاع، الأجواء اليوم؟ لا الحمد لله كل شيء لحد هلا تمام. الحمد لله في إقبال، الناس عم يجوا، وكل إنسان عم يمارس حقه الانتخابي بكل شفافية، وما حدا مثل ما شايفين كل واحد عم يجي، ما في داعي نحن نحكي لهم إنه أو نوجههم لأي شيء، كل واحد جاي وعارفان شو لازم يساوي وشو لازم ينتخب، مين لازم ينتخب ومين بيمثله. وإن شاء الله تكون نوصل للي بدنا إياه. شكرا لك. وأيضا رح ننتقل إلى طلاب آخرين، يعطيك العافية. جاي تنتخب اكيد، ونحن حابين نعرف انتم كشباب في هذا البلد، ولكم طبعا على عاتقكم بناء هذا الوطن. اكيد الشخص كنت تختاروه في له صفاته لك مزيد. اكيد اكيد، يعني حق الانتخابات هو حق كل مواطن اكيد، يعني جايين نحن ننتخب مشان نوصل صوتنا، يعني شيء كويس يعني. طبعا الشخص اللي كنت تنتخبوه شو هي صفاته، شو انتم بتأملوا كطلاب؟ رجل صادق امين، يعني شلون بدي اقول لك، بوصل لكل شخص ايش بده ايش لازمه، يعني اكيد جايين اي الانتخابات شيء صفات شيء كويسه، نزاهه، دليل على النزاهه مثل ما انك شايفه يعني. طبعا شكرا لك، يعطيك العافيه. جاي كمان اليوم تنتخب، خبرنا شو هي الصفات اللي ممكن، شو املكم انتم من اول من خلال هاي الانتخابات؟ يعني نحن جايين بكل شغف ومحبه اليوم، واليوم 15/7 جايين ننتخب الشخص اللي هو قادر يمثلنا ويحمل صوتنا، يكون الداعم الكبير لنا وعنا ثقه كبيره فيه لحتى يلبي احتياجاتنا ويساعدنا في المستقبل. نعم، يعطيك العافيه. جاي تنتخب كمان اليوم اكيد بحب وشغف، مشان نساهم بالعمليه الانتخابيه، لنختار الشخص المثالي اللي يمثلنا ويوصل صوتنا ويدافع عن حقوقنا ويوصل اماننا، واللي يدعم الشباب اللي هم اساس تطور المجتمعات. نعم، يعطيك العافيه. وامين الصندوق، يعطيك العافيه. كيف شايف اليوم الاجواء منذ بدايه، يعني نحن من الصباح الباكر الساعه 7 انطلقت العمليه الانتخابيه، والان بعد ساعتين ثلاثه، كيف شايف الاجواء؟ جيده جدا الحمد لله، في اقبال جيد، واحنا مركز الرقه هنا،
نعم من الصبح يعني من الساعة 7 كان الأعمال جيد الحمد لله رب العالمين ميحلهم. كل شيء متوفر بالنسبة للشباب طلاب الجامعة لحتى ينتخبوا؟ كل شيء متوفر لحد الآن يعني لكن يعني ما هي كما يجب يعني نأمل بعد الساعات القادمة إن شاء الله تكون أفضل يعني لهم طلابنا إن شاء الله. ايضا الطالبات لهم امال من خلال الاشخاص راح ينتخبون راح تعطون اصواتكم، شو بتحبوا تقولوا انتم كطلاب جامعه حلب؟ احنا جايين نختار الشخص اللي ننتخب للشخص المثالي اللي يوصل صوتنا كلنا ويدحط حقوق كل الشعب ويكون صوت الشعب كله انه هو اللي يمثلنا. اذا كما تابعتم معنا امل كبيره تعقد على الاشخاص الذين سيتم انتخابهم من قبل طلاب جامعه حلب لايصال صوتهم إيصال وجع أيضا الطلاب سواء على جميع الأصعدة وهم أيضا كمواطنون سوريون يأملون أن يصل صوتهم إلى قبة المجلس سواء على جميع الأصعدة الاقتصادية السياسية والخدمية والمعيشية. تحية لكم مشاهدين، كنت معكم أنا كنانة علوش من رحاب جامعة حلب بمركز المركز الانتخابي في كلية الطب البشري، وكان معكم ليس حمادة من وراء العدسة. نحن الآن في منطقة الحب حيث بلغ عدد الصناديق 69 صندوق للدور التشريعي الرابع. نلتقي ب يعطيك العافية. الله يعافيك، صباح الخيرات الأستاذ دوري فندي. أمين صندوق في ثانوية محسن حيدر. كلنا الإجراءات اللي تم إفراغ حضرنا إلى المركز في تمام الساعة 6:30، تم إفراغ الصندوق من محتويات الصندوق وتم إغلاق الصندوق في تمام الساعة 7 صباحا وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة 7 صباحا. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. العملية أنتوا الإجراءات للناخبين. هون بنسجل أسماء الناخبين ومنتأكد من هوياتهم إذا بيحق لهم الانتخاب والتأكيد على الحبر السري بعد نهاية عملية الانتخابية. يعطيكم العافية. طبعا رئيس مجلس مدينة سلحب صباح الخير. صباح النور يا أستاذ عزام أمون. تحكينا عن عملية مشارككم بالعملية الانتخابية. طبعا اليوم جئنا جميعا لنشارك بهذا العرس الوطني، بهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يعبر عن إرادة الجماهير والشرفاء والوطنيين. يعطيك العافية. أيضا تعرف حضرتك المهندس سامر العلي رئيس الدائرة الفنية بلدية سلحفاة. يا أهلا وسهلا. حياك الله. حكينا عن مشاركاتكم. الحمد لله كان الإقبال كثير ممتاز حسب ما يكون شايفين، وهلا جايين نحن نأدي بصوتنا مثلنا مثل أي فرد مواطن سوري. هذا حق ديمقراطي لكل مواطن. أكيد 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 أكيد، ومشكورين أنتم يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. إذا كم نلاحظ الإقبال الجماهيري منذ ساعات الصباح الأولى لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع؟ طبعا التعليمات مثل كما نلاحظ يوجد غرفة سرية، كل مقترح يقوم الدخول إلى الغرفة السرية. وتسجيل الأسماء. كما نلاحظ الإقبال المواطنين، التأكد من الهوية، الحبر أيضا السر الموجود. نلقاكم في رسالة قادمة. كان معكم محسن ناصوري من محافظة حماه.